مرحبا بالجميع. درس جديد من دروس الوورد. اليوم بدنا نتعلم كيفية إنشاء تقويم باستخدام برنامج الوورد. الأمر كتير بسيط، بنروح على قائمة فايل مثل ما شايفين هون، بنروح على نيو، ومثل ما شايفين نحن هون عندنا كتير تمبلتس أو قوالب موجودة بالوورد لحتى الواحد يشتغل فيها ويعمل قوالب جاهزة. أنا راح آخذ كالندرز هون، بضغط عليه انتفع مباشرة بيدور لك اونلاين بالاوفيس، بموقع الاوفيس بدور لك اونلاين، فانت بتشوف التقويم اللي بيناسبك اللي بيعجبك. مثلا هون حاط لك ويكلي ابوينتمنت كالندر، جدول اسبوعي للمواعيد. هون عندك 12 مانس بيزك كالندر، هذا سنوي. فانا بس بضغط عليه مباشرة بعطي داونلود، بحمل لي اياه. وهلا بس يحمله المفروض يفتح لي اياه بصفحة وورد لوحدها. هلا مثل ما شايفين هون عم يقول لي اختار السنة اللي بدك اياها، انا مثلا بدي اختار 2016، راح اعطيه يبلش من الماندي. اوكي خليه من الساندي، راح اعطيه اوكي. شايفين كيف عمل لي اياه مباشرة؟ صار انا عندي تقويم كامل وانا نازل عن سنة كاملة ببرنامج الوورد. انت بقى قادر تجي تعمل اللي اوت اللي بدك اياه. مثلا انا مثل ما شايفين هون صار عندي خيار كالندر، هون في فورمات خاصة فيه. إذا بروح أنا على الديزاين مباشرة في إضاءة هون، نقي الديزاين اللي بدي إياه بيناسبني، مثلا راح أختار هذا. شايفين بتجي أنت بقى شو عندك بالأيام، بتحط ملاحظاتك هون، بتحط العطل، بتحط المواعيد إلى آخره، أنت بقى حسب البرنامج تبعك. وهيك بنكون تعلمنا كيف نعمل تقويم كامل لسنة كاملة ببرنامج الوورد. إن شاء الله كنت وفقت بهالدرس. شكرا لكم، نلتقي بدروس قادمة. سلامات للجميع.